بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة عم أصور هذا الفيديو ودا إخلاقي مزعوج شوي، النت مقطوع عندي مشي 3 ساعات، لا عم بحسن أفتح أقرأ شي ولا عم بحسن أسمع شي. لعنة الله على النت وخط النت وعهد إدمان هذا اللي وصلنا له. مهم هلأ رح أحكي كم دقيقة بك يفرغ شوي الكبت النفسي اللي فيه. هلأ حاطين حطات جولاني عمل وساوى ومدري شو. طب الجولاني مين اللي وجهه وصدره غير انتو؟ نسيته جمعة كلنا جبهة النصرة، طلعت الشعب كله طلع فيها. نسيته وقت كان واحد يقولكن لك انتبهوا انتو ماشيين ورا واحد ما بنعرف لا مين هو لا شو اصله لا شو فصله، تكفروه فورا. فلذلك لا تلوموا حالكن على الشيء اللي عم تحصدوه هلا، او عدم اعجابكم بتصرفات الجولاني او كوادر الجولاني. يا شيخ يا جولاني، بس والعلم عند الله، ترى الامور على خير جدا جاي يعني لأتلي باذن الله، بس الامر بده صبر. يعني ما بدي بيعكم عواطف ومثاليات اصبروا ومدري شو من هالحكي، لانه عرفان الوضع سيء. ترى مثل ما عليك انت اللي عم تتفرج عليه وضعك سيء، ترى وضع لسه اسوأ منه. يعني قد يكون قدر الله لك انك انت بصحتك وعافيتك، بينما انا قدر الله الي اني اكون ماني بصحتي. لذلك ما عليكم الا تصبروا تلتجوا الى الله، عسى الله ان يخرج لكم الفرج بين هذا الركام اللي نحن فيه. هذا هو الامر كل اياته. بس هدول كلمتين حابب احكيهم. في جوع، في فقر، في انتشار فساد، في انتشار مخدرات، وفي تفكك مجتمع بشكل كبير كتير. بس قدر الله، يعني هذا ما طالع بايدك شيء. يعني انت اللي قاعد بخيمة عم تتفرج علي، ولا اللي قاعد ببيت ما عندك خيارات كثير، خياراتك قليلة جدا. انت الان موجود بغزة 2، لا والله بغزة الوضع مضبوط اكثر، يعني في ضبط اكثر، في سلطة امر واقع وحدة وفارضة سيطرتها بشكل قوي جدا. يعني ودعوا لربكم انه الهيئة تتمدد وتفرد سيطرتها كلها على كل الشمال، تصبح سلطة وحدة وحكومة وحدة. دعوا لربكم هذا الامر بصير، يعني هذا اريح لكم وللسلطة اللي راح تفرض سلطتها. بس ما بعرف يعني انه هالامر امر جيد امر سيء، هذا ما ببين معناه لحتى يصير. على كل نسأل الله الخلاص نخلص من هالعلقة هاي. حاجة للدايق، جهازي عطلان، معي جهاز ابو كلب، دايتين الثالثة الرابعة بتلاقيه ببلش يعطيني انذار انه فلل الجهاز تسجيل. يلا بركي الله بيرزقنا هيك شي جهاز. ماني عم بشحد منكم، في عند في معي جهاز صعب كرتونته، بس ماني سخيان افتحه، شايله مثل ما بقوله طوارئ مثل ذهبات المرأة. زنقت نزل الجهاز بيو، لزمك مصاري نزل الجهاز بيو. بس هاي القصة. يلا الله يفرج عنكم ويرزقكم ويريحكم بايام هالبرد والشتي، واليوم شتي مطر كباس كباس كبسيت، وما في شمس يا حبيبي، ما في شمس كيفنا. وكملت مع مقطوع النت راح طيب. يلا الله يفرج على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.